كما أن خالي رحمه الله الشيخ نايل الذي استشهد باب الواد أيضا دخل الجيش، فكان هما رمز إلي أنه هذا الجو هذه الصورة يجب أن تنعكس عليه. عفوا، أنت ذكرت باب الواد بإيجاز معركة باب الواد. كانت معركة باب الواد هي معركة المجاهدين الأردنيين اللي هم ذهبوا للمشاركة في قتال فلسطين قبل دخول الحرب، وهي يعني خلينا نقول سنة 47 47 و46 دخلوا وكانوا مجاهدين في سبيل الله بسلاحهم بمالهم متطوعين، وقاتلوا في باب الواد، واستشهد خالي رحمه الله هناك مع رحمة الشيخ هارون اللي هو ابن عمنا أيضا، فهم سبقونا في النضال، وكنا نرفع رؤوسنا نسمع لهم من استشهاد ومن استبسال في فلسطين. فلذلك فلسطين كانت مرتبطة قبل حرب 48.